السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل نهار، كل ساعة، كل دقيقة كتعيشها في حياتك، ثق بيا ما غاديش ترجع. دونك بغيت نسولك واحد السؤال، شنو هو الهدف ديالك في هذه الدنيا؟ شنو هي الحاجة يعني اللي كتخليك تفيق الصباح على قبلها وعندك الحرقة باش توصل ليها وتحققها؟ واش عندك أهداف عايش على قبلها مسطرها وباغي تحققها، ولا عايش على قبل ناس اخرين اللي ما كيستاهلوكش، مدورين بيك ناس اخرين اللي ما عندهم باش ينفعوك؟ عايش في واحد الماضي اللي فات اللي ما عندوش باش ينفعك، فهم؟ ونسيتي اللحظة اللي انت فيها دابا. شنو هو الهدف ديالك في هذه الدنيا؟ هذا سؤال. ثق بيا اللي ما عندوش حتى شي هدف في حياته كيفقد المعنى ديال الحياة. انت اعز مخلوق عند الله عز وجل، والقدرات الامكانيات اللي يعطيك الله عز وجل غير محدوده. دونك حرام انك تعيش حياه اللي ما عندك فيها حتى شي هدف، واللي ما عندك فيها حتى شي رساله باغي تخليها. اذن حاول انك تحدد وتسطر هدف معين في حياتك ومستقبلك بلا ما تبقى مكتوف اليدين وتتفرج في الانجازات ديال الاخرين. ميساجي للناس اللي ما عندهم حتى هدف في حياتهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.